يوم 31/12 آخر يوم في سنة 2020 الأهلي يضرب ضربة مهمة جدا، ضربة اللحظات الأخيرة، ويبدو أن الأهلي متعود على الأضيع ممكن. فالنادي الأهلي في آخر ساعات 2020 يضرب ضربة قاضية، والتر بوليا أهلاوي ويوقع عقود انضمامه رسميا إلى النادي الأهلي. يبدو أن النادي الأهلي متعود على ذلك، والقضية ممكن حتى في الصفقات الأهلي بتاع الوقت الضايع. مش معقول يا جماعة اللي بيعملوا النادي الأهلي ده، يعني في الوقت القاتل وقبل ساعات من نهاية سنة 2020 والتر بوليا ينضم رسميا إلى النادي الأهلي ويصبح لاعبا ضمن صفوف النادي الأهلي. يعني أمير توفيق أعلن الخبر ونشر الصور على الموقع الرسمي للنادي الأهلي. مبروك للأهلوية والتر بوليا أهلاوي. خلينا نطير إلى القاهرة، من مكة المكرمة إلى القاهرة مباشرة إلى الزميل الأستاذ أحمد السيد لنعرف منه مستجدات الأمر وكيف وسر التعاقد مع والتر بوليا والإعلان في آخر ساعات سنة 2020. صفقة مهمة وصفقة كبيرة ولاعب مهم ولاعب سيكون إضافة للنادي الأهلي. أستاذ أحمد السيد السلام عليكم. عليكم السلام، اهلا بيك يا استاذ عبد الناصر، بحييك وبحيي كل متابعينك في كل مكان، وكل سنه وانت طيب، وكل سنه وكل متابعينك بخير وسعاده يا رب. كل سنة وانت طيب، وكل اللي بيتابعونا بخير وسلامة، وكل اخواننا المسيحيين بصحة وسلامة في مصر وفي كل انحاء العالم، لهم منا كل التحية في مطلع العام الميلادي الجديد وبمناسبة اعياد الميلاد المجيدة. كل سنة وكل الاخوة المسيحيين اصدقائي الاعزاء بخير. بتقدم بخالص التهنئة الحارة الى صديقي العزيز الدكتور سامي فتحي سوس عضو مجلس النواب، وصديقي العزيز أيمن سوس صديقي المحترم رجل الأعمال الجميل، وصديقي أمجد حنة في أمريكا، وكل أصدقائي في أمريكا، وكل أصدقائي في أوروبا، وكل المسيحيين في مصر وفي بلاد المهجر. أتقدم لهم بخالص التهاني، وصديقي المحترم ملك الجرافيك بول العظيم، بقول لهم كلهم كل سنة وانتم طيبين وربنا يعود عليكم وعلينا الأيام بخير. وأيضا كل مسيحي معنا في اللايف بقول له كل سنة وانت طيب، وكل إخواننا المسيحيين في وطننا الغالي مصر وفي كل أنحاء أوروبا والعالم والأمريكتين كل سنة وحضراتكم بصحة وخير وسلامة، وربنا يعيد علينا وعليكم الأيام بخير، ولمصر العزة والكرامة والنصر المبين دايما بإذن الله تعالى. أحمد السيد سريعا، الساعات الأخيرة ذكرتنا بالدقائق الأخيرة في المباريات، يعني الأهلي يضرب دائما بالقاضية ممكن في الدقائق الأخيرة، والأهلي ملك التسعين وملك الدقائق الأخيرة في الملعب. يبدو أن هذه العدوى انتقلت للتعاقدات، وفي الساعات الأخيرة ل2020 الأهلي يضرب بقوة، وصفقة من العيار الثقيل والتر بوليا أهلاوي كما أعلن أمير توفيق. طبعا كعادة النادي الأهلي يا أستاذ عبد الناصر بيتحرك، وإحنا منتقل الملفات وكان بيتحرك في أكتر من مكان وأكتر من صفقة، وزي ما حضرتك بتقول الأهلي قال يبدأ العام الجديد بصفقة جديدة، وقبل حلول الساعة الـ 12 مع نهاية عام 2020 يعلن النادي الأهلي بشكل رسمي التعاقد مع المهاجم الزامبي والتر بواليا مهاجم نادي الجونة السابق، يعني كأول تدعيمات الفريق في يناير. خلينا نوضح، وزي ما احنا اتكلمنا وقلنا بالامس لو حضرتك تتذكر، وقلنا ان النادي الاهلي لما سئلنا على والتر بواليا قلنا من ضمن اللعيبه المرشحه بقوه للنادي الاهلي، والاهلي كان بيتحرك في الصفقه دي منذ اكثر من 15 يوم بعد ما والتر بواليا تالق مع فريق الجونه وظهر بمظهر كويس، وكان الاهلي بيتابعه منذ مده. ابتدى النادي الاهلي يفتح يعني خطوط اتصال مع اللاعب ومن قبلها نادي الجونه، واحنا وضحنا بالامس وقلنا ان والتر بواليا راح. يلا اعملي باي لحظه يا ابو حميد، لحظه يا احمد، لحظه يا احمد، اعملي باي يلا. قولي اسمي، لحظه يا ابو حميد تعالي قولي اسمك ايه. انا اسمي مريم. مريم مين؟ الفاسي. مريم الفاسي، برافو يا مريم.
وانت اسمك ايه؟ ليالي. ليالي مين؟ ليالي عبد السلام. ليالي عبد السلام. مريم، برافو يا مريم. قولي باي يا مريم. باي. قولي قولي للناس كلهم اللي في مصر كل سنه وانتم طيبين. باي. كل سنة وانتوا طيبين يا مريم يا عسل. الناس بتقولك انت عسل، بسم الله ما شاء الله. تقول مريم بنت سعادة الشيخ محمد عجواد عبد الله الفاسي، صح يا مريم؟ يلا قولي لهم باي تاني يا مريم. باي. باي باي. يلا تحية ليك من مريم وكل الناس هنا يا أحمد. ليلة راس سنة جميلة جدا أقضيها في مكة المكرمة وأختمها بأداء العمرة إن شاء الله يا أبو حميد. يعني ربنا يبارك فيهم وربنا يبارك لك، وما تنسناش في الدعوة في العمرة بإذن الله إن شاء الله يا حبيبي. وترجع بالسلامة وترجع بالسلامة إن شاء الله، وبإذن الله عام 2021 يبقى عام خير وبركة وصحة على كل الناس المحترمة وكل الناس اللي بتتابعنا يا رب دايما. طيب ماشي. نروح للصور معانا. أمير توفيق أهو، وتوقيع والتر بواليا كما نشر الموقع الرسمي للنادي الأهلي وكما جاءتنا الصور. احكي لنا القصة بقى من أولها يا أحمد. القصة زي ما أنا بقول، من أكتر من حوالي 15 يوم تقريبا والتر بواليا دخل بقوة في دائرة اهتمامات النادي الأهلي. الأهلي كان متابعه منذ فترة على فكرة، ولكن بداية التحرك بشكل رسمي كان من حوالي أكتر من أسبوعين. والتر بواليا تعلق مع الجونة وعمل مستويات مميزة جدا، هو لاعب صغير في السن، ابتدى النادي الأهلي يتحرك لضمه زي ما احنا وضحنا منذ أيام وقلنا موسيماني عايز 2 لعيبة، فكان من ضمن يعني كان سيرينيو أحدهم، والثاني كان مهاجم واضح، مهاجم بيلعب رأس حربة صريح، كان على رأسه والتر بواليا. والتر بواليا احد نجوم الدوري المصري بشكل كبير، لاعب مميز، لاعب صغير في السن. فكانت لجنه التخطيط تعرض الامر على موسيماني. موسيماني رحب بقوه، اتفرج على ماتشات كتيره جدا جدا جدا، فريق تحليل الاداء شاهد ليه اكثر من مباراه، اعجبوا بيه جدا. ابتدى النادي الاهلي يعني منذ حوالي بالضبط اقل من اسبوع يكون في تحرك شبه رسمي مع مسؤولي الجونه. طب برحب بشدة، ولو حضرتك تتذكر بالأنبي أو من بعض الدوريات العربية، لكن هو رحب بقوة للتواجد داخل النادي الأهلي. يعني لو الناس اللي بتتابعنا فتتذكر بالأمس أو الأمس أنا قلت ده بالمصر، هو مرحب بقوة للتواجد داخل النادي الأهلي، وده اللي قرب الصفقة رغم إن كان في عروض مالية يمكن أعلى من النادي الأهلي، ولكن رغم خلينا نعترف يا أبو حميد بحاجة مهمة جدا، إن فوز الأهلي بالتسعة خلى الأهلي بالإضافة إلى إنه حلم للكثيرين زاد الحلم وزادت الرغبة، فده فرق، وده من مميزات الحصول على البطولات الكبيرة، ليس العائد المالي فقط ولا المعنوي، وإنما بيوديك دايما في حتة تانية خالص خالص خالص. والتر بواليا لاعب من اللعيبة المهمة، وعلى كان يتحط في اختيارات لازم بعد فوز الأهلي ببطولة أفريقيا كفة الأهلي هي اللي ترجع والأهلي هو اللي ياخد الأفضلية. فده مهم بس نفهمه للناس، لأن ليس برغبته، وإنما الأهلي عالميا العالم بيتكلم عليه، عربيا الدنيا بتتكلم عليه، إفريقيا القارة بتتكلم عليه، الدنيا كلها بتتكلم عليه. فلما يتحط في مقارنة مع أي فرقة حتى لو أوروبية تلاقي الأهلي أسهمه موجودة ولعيبة كثيرة بتفضله بشكل كبير جدا يا أحمد. طبعا يا استاذ عبد الناصر، والفوز بالثلاثيه فرق بتقول، والتفوز بالبطوله الافريقيه بالتحديد رحله انتقال اي لاعب لما بيبدا يفكر يتقال له انت لسه هتروح لنادي بحجم وقيمه النادي الاهلي ولسه واخد بطوله افريقيا، هتنضم لنادي خلال شهرين هتكون موجود في كاس العالم للانديه، ده حلم ما بعده حلم. اكيد اي لاعب بيرحب بقوه زي ما انا بقول، ده اقرب وجهه نظر طبعا بواليا لما عرض عليه فكره الانضمام للنادي الاهلي، راجل رحب بشده، خصوصا انه علم ان موسيماني اختاره واصر على التعاقد معاه،
التفاوض المادي مع فريق الجونة كان مميز جدا، رغبة اللاعب هي اللي حسمت الصفقة بشكل كبير، خصوصا ان اللاعب قال ده حلم لي ان انا اكون موجود في النادي الاهلي والمشاركة في كاس العالم للاندية. صفقة الاربع مواسم يعني من يناير 2021 اعتقد اولى تدعيمات النادي الاهلي في يناير، مهاجم الزامبي والتر بواليا من اللعيبة المميزين جدا جدا جدا. حضرتك تتذكر يا استاذ عبد الناصر احنا قلنا ان هو من ضمن المرشحين بقوه منذ ايام يعني ان يكون متواجد، اللي حسم الصفقه رغبه اللاعب بالاضافه صغر السن كمان من اللعيبه المميزه جدا. هو قال بيذكر النادي الجونة وبيذكر كل المسؤولين وبيشكر اللعيبه على الفتره اللي قضاها وبتمنى التوفيق للنادي الاهلي. كذلك حتى صفحة الجونة الرسمية قالت كل التوفيق للمهاجم والتر بواليا في النادي الأهلي، يعني علاقة محترمة متبادلة ما بين النادي الأهلي والجونة. رغبة اللاعب زي ما أنا بقول حتى في الصفقة، اللعيب مؤكد يا أستاذ عبد الناصر إن كان عنده أكثر من عرض ربما يكون أغلى من النادي الأهلي، ولكن اللاعب هو لاعب مميز كان بيلعب في مكان الزامبي قبل ما يروح للجونة، شارك مع الجونة في 11 مباراة جاب 3 أهداف وصنع هدفين، ده معنى كان الزامبي، وبعد كده خد 30 مباراة مع الجونة الموسم الماضي سجل منهم 13 هدف وشارك في الموسم الحالي مع الجونة 5 مباريات جاب فيهم 3 أهداف. أرقام اللاعب مميزة جدا زي ما أنا بقول، عنده عروض من أكثر من نادي ولكن في الآخر الأهلي هو اللي بيكسب، والقضية ممكن مع نهاية 2020 الأهلي حسنة ويضم والتر بواليا رسميا لأربع مواسم. وأنا من وجهة نظري من صفقة مهمة جدا 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 للنادي الأهلي في تلبية لاحتياجات موسيماني وتدعيم الخط الأمامي للنادي الأهلي قبل كأس العالم للأندية في قطر في فبراير القادم إن شاء الله.